السلام عليكم ورحمة الله. مواطن من صفاقس، اسم حمادي معلا. حبيت نحكي لكم حكاية اللي هي بالحق، يعني نحب نوصل صوتي لكل مواطنين في تونس. عملنا خارج الجربة، حبينا نمشي نبدلوا الجو، نحيو الستريس ونعملوا برشا يعني جو. تفاجأنا بحاجة اللي هي بالحق يعني كأول مرة تعدي لي، ولأنه مشينا للوتيل قندرة تاليسا اللي هو في جربة سينجا تولد ليكس. دخلنا تفاجأنا بحاجة غريبة ياسر، ولا هي قال لي ما تنجموش تدخلوا، علاش؟ على خاطر حب فلوس من عند جونز. قعدنا نستناو من الأربعة غير أربعة حتى لستة، وصلنا ما عمل حتى حل. ما حب يحكي معنا حتى مسؤول، ما حب يحكي معنا حتى بالحق يعني حتى إنسان حب يحكي معنا في وسط الأوتيل. كلمنا الأجونس، عملنا المستحيل. كلمنا الاجانس، اش دارت الحكايه؟ ولا انه يحبوا الفلوس من عند الاجانس. حبيت نحكي مع اي انسان غادي، مع اي مسؤول ما حبش يسمعني. شنو البروبليم؟ ولا انه فما فلوس يحبهم من جانفي 2013، المونتون نتاعو مليون ونص. قلنا له كيفاش الحكايه؟ قال انا ما عندي حتى اشكال معكم، به بون عندي الفوتشر في دي يا اخويا، دخلني انا. قال لي انا بالنسبه لي ما نعرفكش، ما قصدتش من عندي، ما نعرفكش، اعطيني فلوسي. لا ما نعرفكش. وابارمون يعني فما تروا كار اخرين يعني جيو من تونس، جينا فرد وقت احنا قبلا، كيف دخلوا الثلاثه كارين من تونس فرحوا بهم، عملوا معاهم لازم، واحنا كواحد ممكن حيدنا سفاقسي ما عملوش معنا الباهي. وابارمون يعني فما رحله اخرى، في رحله اخرى يعني طلعت دبي، يعني دبي السمانه الاولانيه، فهمت؟ ما حبوش يستعرفوا بهم وضربوا الاوتيل وكسروه وكذا وكذا وكذا، ما نعرفش علاش حصلوا. وان فات كونت يعني في الاخر قبلونا، اعطونا البيت متاعنا. اما الحاجه اللي حبيت ناكد عليها ونوصل صوتي ليها، ولا انه قتلونا بالشر، ما عملوش معنا البي الماكله سافا با بالكل. الاول نهار جيت نحكي معاه قلت نحب قهوه، قال لي كون شي قهوه كحله، فماش الحليب وفا. شنو اخر؟ العشاء ما في ما يتعشى، اقسم بالله العلي العظيم، ولانه متشر بالحق يعني متشر. حتى هيك حبيت نهز صحن تاع جاتو مش نطلعوا الشامبر نتاعي، قال لي لا ما عندكش الحق باش تهزو. وانا نطلب بالحق باش يحلوا تحقيق في الشيء هذايا، باش نشجعوا السياحه الداخليه نتاعنا، ونحب توضح العلاقه بين المواطن وبين النزل. وهذا كان اش حبيت انا باش نوصل صوتي لاكثر ولا اقل. ما خلاش يدخلونا، اخذوا 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 هلا بيتان الثاني يا خالتك، هاي الكاميرا الثانية يا خالتك.